عصف انخفاض أسعار النفط بقيمة العقود الممنوحة لتنفيذ مشروعات جديدة في دول الخليج خلال العام الجاري، وتشير التوقعات إلى تسجيلها 120 مليار دولار كحد أقصى، بانخفاض تقترب نسبته من الثلث بالمقارنة مع العام الماضي الذي سجلت فيه العقود 177 مليار دولار، وأقل بكثير من القيمة التي كانت متوقعة سابقاً. ميد إنسايت أشارت في تقرير لها إلى أن التباطؤ الحاد في قيمة العقود سيجعل العام 2016 الأسوأ على صعيد المشروعات الجديدة منذ 2004، خاصة في ظل تأثر قيمة العقود بخفض الإنفاق الحكومي. قطر والسعودية كانت الأكثر تأثراً بهذا الواقع، حيث تم إنجاز أقل من نصف العقود الممنوحة في العام الماضي في انعكاس لتباطؤ أنشطة المشروعات إلى حد كبير. وبالمقابل تمكنت كل من دبي والبحرين من الحفاظ على مستويات الأنشطة نفسها أو حتى زيادتها، وذلك على الرغم من أن مستويات الاحتياطيات النفطية لديهما تعتبر الأدنى خليجياً، وسجل سوق دبي والبحرين أرقاماً قياسية هذه السنة مدعومة بمشاريع جديدة ومصادر دخل قوية مكنتهما من مواصلة الإنفاق على المشروعات، إنفاق استطاعت دبي من خلاله منح عقودا لمشروعات جديدة بأكثر من 18 مليار دولار في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في حين نجحت البحرين بمنح عقود بقيمة 6 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها. ميد أضافت أن قيمة المشروعات المستقبلية المتوقع تنفيذها في دول الخليج ستبلغ نحو 152 مليار دولار كحد أقصى في العام المقبل، وهذا يشير إلى رغبة الحكومات في تحسين مستويات الأنشطة وترشيد الإنفاق.